وصلنا لما أردنا وحققنا حلم الشعب الأذري الذي سعى إليه منذ عقود. نحن هنا اليوم في خان كاندي في قلب المدينة، نقف تحت شعار وعلم أذربيجان. إنها فرحة كبيرة وحدث تاريخي. عندما فرضت أذربيجان الحصار على ناغورنو كاراباغ كان هناك 120,000 أرمني، واليوم تم تطهير الإقليم عرقيا بالكامل. بقي بين 10 و15 أرمينيا فقط محتجزين كرهائن، وهناك أيضا حوالي 50 آخرين معتقلين داخل السجون الأذرية، بالإضافة إلى 300 شخص في عداد المفقودين. كانت هناك محاولة جديدة الهجوم على قوات الأذربيجانية في المنطقة، وردا على ما فعلوا المسلحين الأرمن، قوات الأذربيجانية بدأت مكافحة الإرهاب، ويعني تقريبا في خلال يوم واحد انتهت المشكلة، وهؤلاء سلموا أسلحتهم وبعدين خرجوا من أراضي الأذربيجانية. كانت الأسابيع الماضية مروعة بالنسبة للسكان الأرمن في الإقليم، وقال الأشخاص الذين قابلناهم إنهم فروا من منازلهم خوفا وذعرا، وأن الحصار الفعلي الذي دام 9 أشهر والفظائع المزعومة التي ارتكبتها القوات الأذرية منذ حرب عام 2020 بما في ذلك قتل وتعذيب المدنيين تسببت في حالة عامة من الرعب وانعدام الأمن. كان هدف القيادة الأذربيجانية واضحاً، تطهير جنوب القوقاز من الأرمن. في غضون أيام قليلة تم احتلال المنطقة المتبقية من ناغورنو كاراباخ، واضطر الأرمن إلى الفرار في ظل ظروف قاسية جداً. هناك قلق حقيقي يمكن ملاحظته داخل وزارة الخارجية الأمريكية من أن غزو الإقليم وإخلاءه من السكان هو الخطوة الأولى للقضاء على الوجود الأرمني في هذه المنطقة بالكامل.